الحقيقة الأزمة لم يلفلت منها أحد، يعني الأزمة العالمية نتيجة يعني التداعيات الكثيرة التي توالت على العالم منذ، كما تفضلتي حضرتك، أزمة كورونا تحديدا، والإغلاقات وتسريح طبعا العمالة وتقييد حركة العمالة بشكل كبير، وأصبح هناك أزمة في العرض كمان، يعني في الإنتاج، لأن حركة العمالة أثرت على رخص يعني العمالة الرخيصة بشكل كبير، وبالتالي على وفرة الإنتاج حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، اضطراب سلاسل الإمداد مع الحرب، إغلاقات الصين تحديدا المنتج الأكبر للعالم والمحقق للتوازن الكبير في سوق السلع والخدمات، كل هذا انعكس على العالم كله بشكل كبير جدا، بشكل متفاوت طبعا. أوروبا مثلا كانت من أكثر المتضررين نتيجة أنها تعرضت لأزمة في الطاقة، أزمة كبيرة خصوصا الغاز صحيح. الطبيعي، نتيجة أن 40% من الغاز الطبيعي لأوروبا جاي من روسيا، وأزمة أخرى في الهجرات الغير الشرعية بسبب الأزمات الجيوسياسية والمخاطر، وحركة اللجوء من أوكرانيا اللي وصلت في بعض البلاد ل 8 مليون لاجئ في بولندا. الآثار الكثيرة دي كلها طبعا أثرت على القطاع العائلي. احنا دايما بنتكلم على القطاع العائلي، ده يعتبر الأسر اللي زينا. القطاع العائلي انفاقه بيتعرض لصدمات كبيرة جدا، والديسبوزبل انكم او الدخل المتاح للإنفاق بيقل في هذه الظروف. قدرة القطاع العائلي على انه يدخر مثلا بتبقى تنعدم تقريبا، بيتجه الى انه هو يقسم دخله في حدود التزامات المتعلقة بالاساسيات، المطالب الاساسية، ومنها الصحة، العلاج الطبيعي يعني، ومنها الانفاق على الريال استيت او الاقساط المتعلقة بالسكن وخلافه، وما يتبقى منها يعيد انفاقه على ما كان يسمى بالسلع الطرفية.